ميلاني السيارات الصدر المفتوح الكابتن عبد الرحمن السناني من دولة الإمارات وبالمركز المركز وبالمركز الثالث الكابتن خالد بن ابراهيم المحمود وبالمركز الثاني الكابتن وائل سماجي وبالمركز الاول الكابتن يوسف العلي وايضا حصل على مبلغ مالي مقدم من الامانه المركز الاول الكابتن يوسف العلي يوسف العلي بارك على البركة والآن ننتقل وننتقل الآن إلى فئة الثمان سلندر مفتوح ثمان سلندر مفتوح حقق بالمركز الرابع الكابتن عمر اليحيى المركز الرابع الكابتن عمر اليحيى ثمان سلندر مفتوح والمركز الثالث الكابتن خليل بن ابراهيم الانصاري الكابتن خليل الانصاري المركز الثالث وبالمركز الثاني الكابتن يعقوب مبارك بيدو هنا ها من الامارات وبالمركز الاول الكابتن اش يعقوب العلي فوق فوق المركز الاول الكابتن يوسف ارفع فوق فوق وبالمركز الاول قدم له مبلغ مالي مقدم للأمانة وهي جائزة 50,000 ريال